نروح مع حضراتكم لزيارة السفير دياب اللوح، سفير الفلسطيني للمصابين الفلسطينيين في مستشفيات الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء. والحقيقة انه كان في حالة من يعني التقدير والشكر الكبير للجانب المصري على كل الاهتمام اللي هم شافوه، كل الرعاية الطبية اللي هم شافوها في مستشفيات العريش وشمال سيناء، ويعني الجهود الطبية الكبيرة اللي بتتعمل وتقدم لأهالينا في فلسطين. سيادة السفير الفلسطيني والوفد المرافق ليه عملوا زيارة للمصابين في مستشفى الشيخ زويد بمستشفى العريش العام، ويعني طلعوا على اللي بيحصل هناك وعلى البرامج العلاجية. وكمان سيادة السفير يعني اتكلم شوية مع المصابين وسألهم عن احتياجاتهم علشان يقدروا انهم يلبوا هذه الاحتياجات. دلوقتي معنا على التليفون سعادة السفير، السفير الفلسطيني في القاهرة، سعادة السفير دياب اللوح. مساء الخير على حضرتك يا فندم. و خير يا فندم، يعني لو حضرتك تطلعنا على أهم ما جاء على لسان أهالينا في فلسطين من احتياجات داخل المستشفيات. أولا يا فندم شكرا لكم ولمصر الشكر الكبرى والقيادة المصرية وفي مقدمتها وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الصحة ووزارة الصحة على كل ما قدمته وتقدمه من رعاية شاملة كاملة للجرحى والمصابين والمرضى أيضا الذين خرجوا مع الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. ونحن على مدار يومين الأربعاء والخميس أمس وأول أمس زرنا المستشفيات في الجرحى والمرضى في القاهرة هنا، ومن ثم انتقلنا في زيارة ميدانية إلى شمال سيناء، قابلنا السيد المحافظ هناك، ومن ثم قمنا بزيارة ميدانية لمعبر رفح، اطلعنا أيضا عن كثب وبشكل حثيث على سير العمل هناك وتسهيل دخول المواطنين الفلسطينيين مع الأجانب والسفارات الأجنبية، وقدمنا الشكر للسلطات المصرية المختصة في معبر رفح على كل ما تقوم به من أجل تسهيل عمل لجنة السفارة بالشراكة مع المسؤولين المصريين، وأيضا تسهيل دخول المواطنين الفلسطينيين الذين يدخلون مع المواطنين الأجانب والذين فقدوا وثائقهم وجوازات سفرهم خلال الحرب على غزة. ونحن من جانبنا يوجد لدينا هناك مسؤول من الشؤون القنصلية يقوم بعمل ورقة إثبات شخصية أو وثيقة مرور من أجل تسهيل دخول هؤلاء الناس إلى مصر ومن ثم مواصلة سفرهم إلى الدول الأخرى مع السفارات الأجنبية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا نحن استمعنا إلى كافة الجرحى والمصابين والمرضى في ثلاث مستشفيات، الشيخ زويد والعريش وبير العبد. لمسنا كل رعاية من الأطباء، كل الشكر والتقدير للطواقم الطبية وطواقم التمريض هناك. نحن قابلنا الجرحى والمرضى واحدا واحدا، جميعهم يشعرون بارتياح كبير، جميعهم يشعرون أنهم بين أهاليهم وكأنهم في بيوتهم. لمسنا أيضا من خلال حديثنا مع الجرحى والمرضى بأن هناك أصبحت علاقة أخوية ودية بين الجريح والمريض وبين الطبيب وطاقم التمريض، وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ فترات طويلة، وهذا يعكس حجم الحميمية والودية في العلاقة بين الطبيب والطاقم التمريض والجرحى والمرضى. وهنا أيضا من خلالكم أؤكد شكرنا وتقديرنا لكافة الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات المصرية ولوزارة الصحة ولمعالي وزير الصحة الذي يقف عن كثب أيضا ويتابع عن كثب الأوضاع هناك. لذلك نحن أيضا نشكر فخامة الرئيس على توجيهاته وتعليماته أولا بأول لرعاية هؤلاء الجرحى وخاصة الطفل الذي وصل إلى مستشفى معهد ناصر، وقام اليوم معالي وزير الصحة بزيارته، ونحن أيضا إن شاء الله سوف نقوم بزيارته والإطمئنان عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دور مصر المحوري، دور مصر التاريخي الاستراتيجي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من تخفيف من معاناته جراء حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها، وخاصة أن هناك لدينا الآن أكثر من 30,000 جريح ومصاب بحاجة إلى علاج. نحن غير قادرين في مستشفياتنا التي بقيت تعمل على علاج هؤلاء الجرحى، وهناك أيضا مرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى والأطفال الخدج، كلهم بحاجة إلى أن يأتوا إلى مصر بتلقي العلاج. ونحن
استمعنا ان هناك يعني جاهزيه كامله من وزاره الصحه المصريه لاستقبال من يصل من هؤلاء الجرحى والمرضى جميعا. صحيح، ويمكن حتى الدكاتره اللي بيشتغلوا في العريش بيحكوا عن قد ايه رغم بشاعه الاصابات سعاده السفير الا انه بيشيدوا بالاطقم الطبيه الفلسطينيه وهي بتعمل في ظروف غايه في التعقيد ان الحالات دي توصل بالشكل ده رغم صعوبه هذه الحالات. عايز اسال حضرتك سعاده السفير عن ربما خطه فلسطينيه للتعامل مع ما يحدث من استمرار هذا العدوان الغاشم في الضفه وغزه. نعم، اولا انا استمعت الى تقدير مهم من الاطباء المصريين في المستشفيات التي زرتها جميعا بان ما تم عمله في غزه من قبل الاطقم الطبيه هو عمل مهني 100%، وهنا يتم البناء عليه واستكمال علاج الجرحى والمصابين. وهناك طبعا بحكم الحروب التي مرت على غزه يوجد خبره كبيره لدى الاطباء المصريين الفلسطينيين، لكن للاسف الشديد نحن لا يوجد لدينا امكانيات الان، والمستشفيات اصبحت غير قادره على تقديم هذه الخدمات. لذلك ونحن بحاجه في كل مره الى قدوم الجرحى ولعلاجهم في المستشفيات المصريه. ونحن ايضا اليوم السيد الرئيس ابو مازن اصدر تعليمات للحكومه الفلسطينيه بضروره تعزيز وتكثيف التنسيق اولا مع الاشقاء في مصر لادخال المزيد من الجرحى والمصابين. وطبعا المشكله كما تعلمون ليست هنا لدينا في مصر، وانما المشكله لدى الجانب الاسرائيلي الذي يضع عراقيل امام خروج الجرحى والمصابين وامام سفر المواطنين الفلسطينيين، ويفصل شمال غزه عن جنوب غزه، يمنع الجرحى من شمال غزه بالوصول الى الجنوب والوصول الى معبر رفح. لذلك ايضا السيد الرئيس ابو مازن اصدر تعليمات بضروره نقل هؤلاء الجرحى المصابين او بعض منهم الى مستشفيات الضفه الغربيه لاستكمال علاجهم هناك. يعني كل المجالات وكل الابواب مفتوحه ومتاحه امام ابنائنا وامام ابناء شعبنا من الجرحى والمصابين والمرضى. يعني تصور ان لدينا 11,000 مريض سرطان في غزه الان لا يتلقون العلاج، ومصر استقبلت عدد كبير منهم وخاصه الاطفال، وانا زرتهم يوم الاربعاء هنا في مصر في احد المستشفيات ويتلقون العلاج، يعني وكانوا انقطعوا فتره عن العلاج، وهذا سبب لهم يعني بعض الاضرار والمعاناه الزائده جراء هذا المرض المتفشي في اجسادهم، وهم جميعهم اطفال. لذلك نحن يعني نقدر عاليا موقف مصر وموقف القياده المصريه، ليس في هذا المجال فقط وانما في كل التحركات السياسيه والدبلوماسيه من اجل وقف حرب الاباده الجماعيه على الشعب الفلسطيني وفتح افق سياسي يفضي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامه دوله فلسطينيه استنادا لرؤيه حل الدولتين والقرارات والمرجعات الدوليه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده السفير الفلسطيني في القاهره سعاده السفير دياب اللوح، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.